يعني عشان الزلمه مشهور وترند نهاجمه ونالف قصص على بيته ونالف قصص على اهله ونالف قصص على زوجته انه مطالباه او مطالبه بانه رامي ينزل 6 اشهر. هذا البرنامج برعايه إليت نايتريشن. إليت نايتريشن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللي عم بصير اشي غريب، يعني اول شيء الزلمة البقرام تزوج، الكثير او الناس كلها هاجمته او الاغلب هاجمه، وقلنا طيب ردينا على هذا الهجوم وقلنا بحقيته انه الزلمة بتزوج وكل واحد عالم بظروفه، والله عالم بظروف الزلمة شو الموضوع اللي عنده. بس اليوم تخرج المواقع وتقول انه هذا الزلمة حسب القانون المصري والاعلام المصري اللي عم بتكلم وبقوله في لقاءات تلفزيونية على الموضوع، انه هذا الزلمة سوف يسجن 6 اشهر لانه تزوج بدون ان يعلم الزوجة الاولى. انا مش عارف هذا القانون من وين جايبين لنا اياه، من المانيا من فرنسا؟ وان كان هذا الكلام صحيحا فوجب عليه ان تكون الزوجة الاولى رفعت قضية على زوجها اللي هو البقرامي، وانه طلبته بانه هو تزوج عليها بالسر، فعلى هذا الاساس بدها تحبسه. يعني اذا كانت الزوج الاولى عامله هذا الكلام بكون القانون انه ينحبس 6 اشهر. اول شيء في حكم الشرع، وكلكم روحوا اطلعوا على الفتوى، انا بفتيش من عندي ولا بجيب من عندي. الفتوى كل الشرع متفق تماما على انه الزوج لو تزوج من الزوجة الثانية دون إعلام الزوجة الأولى فزواجه صحيح ولا حرج في ذلك، والشرط أن يعدل بين الزوجتين، وهما هون العدل المطلوب عدلا ماديا بالمأكل والمشرب والمنام والملبس وكل شيء، تمام. وطبعا هذا الزوج زواجه صحيح وفيش عنده مشكلة، في حين إنها الزوجة الأولى ما بدها تبقى على ذمة هذا الزوج بتطلب الطلاق، وهذا حقا مشروعا لها إنها ما بدها زوجي ثاني. ورغم أنه بعض العلماء قال أن ليس من حق الزوجة حين رجل زوجها بيكون كافيها من كل شيء وتزوج عليها للمرة الثانية حتى لو سرا أن تطلب الطلاق، لكن نحن بنقول إذا بدها تطلب الطلاق خليها تطلب الطلاق، لكن ما بترفع عليه قضية وبتحبسه 6 أشهر. أنا مش فاهم الإعلام المصري من وين بيجيب الأخبار، يعني عشان الزلمة مشهور وترند نهاجمه ونألف قصص على بيته ونألف قصص على أهله ونألف قصص على زوجته إنه مطالباه أو مطالبة بإنه رامي ينزل 6 أشهر؟ في عرف في عدل مين؟ ولو كان هذا الخبر صحيح بالله عليكم هل يحق للدولة إنه تسجن رجل بطل عالم 6 أشهر عنده تجهيز، رجل حامل أكبر لقب أكبر بطولة في تاريخ عالم كمال الأجسام، يعني بمثابة كأس العالم في هذه الرياضة، يعني الفرق العربية ما جابتش كأس العالم لكن في كمال الأجسام جابت كأس العالم اللي هو بقرامي من قبله سمير بنوت، هذا البطل اللي جايب هذا الفخر الكبير وهذه العظمة كلها للشرق الأوسط كله، لنحبسه 6 شهور؟ لنضيع مستقبله 6 شهور؟ هذا إن كان الخبر صحيحا. لكن للأسف هذا الإعلام المأجور، للأسف هذا الإعلام المأجور الذي يحاول يسقط هذا البطل من أعين الناس. وكمان عشان نحن ما نعتبش على الإعلام الغربي، الإعلام الغربي عم بهاجم رامي والسبب هو إعلامنا العربي يلي نازل في ريشة وفي ساحة هالزلمة بدون أي سبب. راجل تزوج الثانية بعلم ولا بدون علم، عمل شيء مشروع، تزوج بمأزون، تزوج بشكل شرعي، متصور الزلمة ومش خايف من حدا. فإذا كانت زوجته الأولى رفعت عليه قضية أنا بظن أنه هذا مش من حقها ولا من حق أي زوجة في التاريخ، ما دام الزوج موفر لك مأكل ومشرب ومنام وكل شيء حتى لو تزوج بالثانية. الفقهاء كلهم اجتمعوا على أن الزواج صحيحا ولا حرج في ذلك ما دام عادل وكافيك وكافي بيتك وكافي أبنائك، ولكن لا أظن أنه زوجة رامي المؤدبة الخلوقة أن تفعل ذلك، وإن فعلت ذلك فطبعا هذا أمر الله سبحانه وتعالى، لكن على القضاء المصري أنه ما ينفذ هذا الحكم لأنه هذا الرجل بطل عالم، هذا الرجل جايب لكم كأس العالم في كمال الأجسام، مش لكم بس مصريين، لكل العرب لكل الشرق الأوسط حتى قيام الساعة سيذكر هذا الإنجاز. وأنا بتمنى
انه المشايخ حبايبنا اللي بيفتوا على الطلعه والناس دي يطلعوا ويحكوا انه الزواج صحيح ويطلعوا يبينوا لهم الفتوى، لا حرج في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان ياتيه رجل من الصحابه فيقول له تزوجت يا رسول الله، ما كان يقول له قلت لمرتك الاولى ولا ما قلت لهاش، وما كان يساله اي شيء، كان يساله كلمتين ابكر ام ثيب، الثيب هي المتسابقه لها الزواج من قبل، فيقول له بكر ثيب يا رسول الله مثلا، فيقول له ألا بكر تلاعبها وتلاعبك، يعني تزوج بكر أحسن إلك تلاعبها وتلاعبك. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين أن هناك رخصة بالزواج بالبكر، يعني مش شرط أنه الزواج صرح بس علشان الزوجة الثانية والثالثة والرابعة تكون من الأرامل اللي توفوا استشهدوا أزواجهم في الحروب أيام المسلمين، لا الزواج أنا بتتزوج بكر خلص أنا حر بتزوج، أنا طول ما أنا كافي بيتي وقادر أعيش وأفتح بيوت بتزوج وقت ما بدي وامتى ما بدي وكيف ما بدي، طول ما هو الزواج شرعي. فلذلك انا بأسف اسف كبير على هذا الاعلام الساقط، على هذا الاعلام المأجور، على هذا الاعلام الذي يبحث عن الترندات، على هذه القنوات الفضائية التي اصبحت للاسف لا تقل سحقا عن بعض قنوات اليوتيوب والسوشيال ميديا التي تبحث فقط عن المشاهدات واللايك. سيبوكم من هذا البطل، خليه يستمر في عمله، خليه يروح يجيب بطولات، ومش انا لازم ادافع عن رامي، لا لازم كل العرب كل مشجعين هذه الرياضة يدافعوا عن رامي، لأنه رامي جاب لكم هذه البطولة، رامي رفع روسكو، رامي فخر العرب، لأنه رامي ما عملش شيء غلط، رامي تزوج بما يشرع الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله رب العالمين بدي منكم بأعلى صوت تكونوا مع هذا الرجل، مع البيج رامي في هذه المشكلة الكبيرة التي يواجهها الآن. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ هذا الرجل ويحميه من جميع ما يقدم ضده من هذه الادعاءات الكاذبة. وآخر كلمة بقولها حسبي الله ونعم الوكيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.